عشان يخلصوا مع بعض ويتفرقوا على الاثنين يمنعون منها كل شيء الا السلاح فيعطونه للجميع ليقتل البعض اخاه وليتخلصوا من الجميع بايدينا لا بايديهم وليحفظوا دماء اولادهم وابنائهم بعيدا عن الصراع وهم اسباب الفتن وهم دعاة القتل والتدمير والترويع ولو لبسوا مصوح السلطان والكهان وزعموا انهم دعاة انسانية وحماة الامان للبشرية اننا السبب ولو اننا تمسكنا بديننا حقا وعرفنا كيف نقيم هذا الدين إقامة صحيحة ما استطاع هؤلاء أن يلعبوا بعقولنا ولا برؤوسنا. جماعة المسلمين إني أرى الأمر جد خطير. أنا لا أكلم من كان في عمري، لا أكلم الخمسين ولا الستين ولا السبعين، فهذا جيل عاش بعض الفضل، بل ولا أكلم جيل الثلاثين ولا العشرين وإن كان حرم كثيرا من الفضل، إنما أنظر إلى الجيل الذي ودون العاشرة فلا أكاد أرى له فضلا، لقد جففوا الينابيع منه، قطعوا صلته بالقرآن، وما عادت له راية تعرف طعم الإيمان. إن أبناءكم في خطر، وأبناءكم هم مستقبل الأمة، إن شباب الأمة هم حاضرها ومستقبلها، فالشهوات تكاد تراها الآن هي الرافع الفكري الأول، المزاج، البانجو، الكوكايين، الهيروين، الحشيش والأفيون، الموضة القديمة، المياه الكحوليات، السيجارة، فضلا عن الدعارة، فضلا عن الإيدز. ما كنا نسمع اليوم مستشفيات السرطان للأطفال ولا تكفي بالحاجة، اليوم مراكز علاج الإدمان لا تكاد تفي بعلاج أبنائنا، أماكن علاج الإيدز فوق الطاقة، مكافحة الدولة للتدخين وما بعده. أولادهم في خطر، أولادكم على خطر، أولادكم اجتثوا من جذورهم، لا يعرف الولد أحدا من أهله، ولو عرف من اسم لا يعرف الرسم، لا يعرف الطريق، لا يأنس إلى رفيق. ماذا تفعلون؟ هل ستخلدون؟ إنكم وربي ميتون، فماذا أنتم لأولادكم تاركون؟ أتتركونهم لأهوائهم وشهواتهم؟ أتتركونهم للإعلام الموجه الذي دخل جحركم، الذي دخل غرف النوم؟ الإنترنت، مواقع إباحية، شهوات، ثم بعد هذا لا يجد الولد شهوته، يسرق، يقتل، أو تستقطبه جماعة، تستعينه ضد بلد جاسوس، ويأكل ويشرب وياخد دولارات وريالات وياخد كل العملات والنسوان ويعيش الحياه اللي اختارها من البدايه. تبيعون بلادكم بلا ثمن، ومن باع وطنه باع دينه. ان الولاء والانتماء لبلادنا واوطاننا انما هو بعض ديننا، والمحافظه عليها محافظة على الدين، والمحافظة على الدين في سلوكنا هو الذي يقطع ألسنة هؤلاء الكذابين، حينما يقولون الكذب، حينما يقولون الزور، حينما يخشون الفجور، يستحون، يستحون، لأنهم سيجدون ما يرد عليهم من أنفسهم، من أنفسهم، وهذا هو الفرق. يوم ان كان سلفكم الصالح معتز بدينه يكتب ما طاروه الذي هو خليفته الان،
ونحدثه الآن إلى خليفة المسلمين العباسي بكل مناقب الفخر والاعتزاز وألقاب الإكرام والإكبار، يرجو أن يقبل ندعه لتتعلم على أيدي المسلمين، لأن العالم كله في هذا الوقت لم تكن في حضارة كعلم ولا شهادة عالية إلا على أيدي المسلمين. لكن اليوم خليفتهم يسب نبيكم ويسب دينكم لأنه لا يرى منكم أحد، فما أنتم إلا كما قال نبيكم غزاء كغزاء السيل، نعيد زماننا والعيب فينا وليس لزماننا عيب سوانا. اتقوا الله وعودوا إلى دينكم وتمسكوا بهدي نبيكم وأقيموا دينكم في قلوبكم يقيمه الله على أراضيكم، واعلموا أن من يهم يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت الإيلام. اللهم يا رافع السماء بغير عمل ويا مجري الأرض على نهر الجبل، يا رب كل شيء ومليك، نسألك بقدرتك على الخلق وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن ترفع ما نزل بنا من بلاء. اللهم ارفع ما نزل بنا من بلاء. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم أصلح فساد قلوبنا وأصلح لنا دياننا واسمع منا فيما يرضيك عنا. اللهم أمن بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا عددا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة يا ربنا من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وأعدتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحم والدينا ومشايخنا وأئمتنا ومن له حق علينا، ارحم أزواجنا وأبناءنا وإخواننا وأموات المسلمين، تقبل شهداءنا في عليين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، واجمعنا بهم في مستقر رحمتك على سور المتقابلين في جناتك جنات النعيم، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، خذ بنواصيهم للبر والتقوى، اجعلهم رحمة لرعاياهم، سلما لأوليائه، حربا على أعدائه. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، خذ بنصيته للبر والتقوى، اجعله رحمة لرعاياه، أصلح له بطانته، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاه واتبع رضاه يا رب.